عقد مجلس النواب جلسته العادية الثانية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب. خلال الجلسة تم التركيز في جل المناقشات على البند الثالث من خلال الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهي تتعلق بردود الحكومة الموقرة على 20 اقتراحا برغبة، حيث تم عرض الرسائل الواردة والتعليق عليها. وكان من أبرزها الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بقطع العلاقات التجارية مع إيران، علاوة على قطع العلاقات الدبلوماسية، والاقتراح برغبة بشأن تعيين ملحق تجاري في السفارات البحرينية في الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة للعمل على جلب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بصفة معدلة بشأن إنشاء مركز الذهب واللؤلؤ البحريني وتأجيره على التجار. كان المجلس قد بدأ جلسته بمناقشة السؤال المقدم لوزارة التربية والتعليم حول أسباب عدم قبول مواليد شهر ديسمبر 2011 في الصف الأول الابتدائي وقبول مواليد شهر نوفمبر فقط للعام المذكور.